السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. اليوم فيديو جديد مع سلمى. الفيديو ديال اليوم غادي نعملكم هذا الموديل. هذا بغيت نقول لكم اول حاجه شحال هاد البروشات كيتسولوا جاهزين وشحال بامكاننا ينقاموا علينا بطريقه سهله، وجوج طرق باش بامكاننا نطبقوا هاد الموديل هذا بارخص الثمن. تبعوا معايا الفيديو باش تستافدوا من الطريقه ديال الخدمه، وثاني حاجه بالثمن ديال كيفاش يتاح لكم هاد الموديل. فهاد الانواع ديال البروشات فكيتباعوا غاليين الصراحه، كنظن كيتباعوا من 40 درهم حتى 60 درهم الوحده، يعني غتنقم عليك غاليه بزاف. وحنا غنحاولوا نعملوها بيدينا بطريقه سهله ومبسطه. هذا هو الجوهر اللي غنستعمل انا. النوعيه ديال الجوهر كيبقى على حسب الجيم ديالكم وعلى حسب الذوق طبيعه الحال ديالكم. غنقول لكم شحال كتنقم علينا للوحده، وهنا غنستعمل الجوهر المهرس او جوهر عفوا جوهر المكور. فانا هنا غنستعمل الجوهر المكور، بامكانكم تعوضوه بالجوهر المهرس، استعملوه ماشي مشكل. وغنبداو على بركه الله. كيف ما لاحظتوا فانا رسم هنايا مباشره على التو، وديك الساعه في الوسط ديال الفيديو غنشارك معكم الرشمه باش الا بغيتوا تطبقوها في الجلابه ديالكم. غنعمل خمسة ديال الجوهرات المكورين، ها هما. فانا خدمت باللون الدهمي كيف ما الموديل، نتوما بامكانكم تعوضوه باي لون ماشي مشكل. غنخدمو بالخدمة ديالنا العادية كيف ما مولفين دائما. الطريقة كيف ما قلت لكم سهلة ومبسطة، وغنقول لكم حتى الثمن باش كتنقام هاد الجلابة هادي بطريقة سهلة. إلا بغينا حنايا نشريو هاد البروشات هادو كيف ما قلت لكم من 40 درهم حتى 60 درهم الوحدة، راه بطبيعة الحال كتنقام علينا الجلابة غالية. إلا عملناها بيدينا فيمكن عاد تنقمنا بنصف ديال الثمن اللي غنشريو البروشات الجاهزين، وعاد يمكن نبتو بجلابة ديالنا في يوم فقط. كيف ما لاحظتوا الطريقة سهلة ومبسطة، ما عليكم إلا تطبقوا هذا التطبيق هذا وتعملوا جلابتكم وتفكروني. بعد ما ساليت انا بدا بتلسخ ديال الاحجار، وكيف ما قلت لكم على حسب النوعيه اللي بغيتو. فانا هنا عملت احجار عشوائي، ما عرفتش شحال الطول ديالهم. فالبروش كيمشي خمسة ديال الصفوفه، هنايا كنظن عيجوني غير أربعة. الطول ديالو كيبقى على حسب نتوما الذوق ديالكم شحال بغيتو. بغيتو تعملوها طويله، بغيتو تعملوها متوسطه، بغيتو تعملوها قصيره، كيبقى على حسب الذوق ديالكم. فانا عملت هنايا أربعة ديال الصفوفه. في الرشمه ان شاء الله هنعمل لكم خمسه بحال الموديل باش الا بغيتو تطبقوا في حالو. اللصق كنعمل فقط نقطة غير باش كيتفيكساو لي في الثوب، باش كيسهل عليا باش نغرزهم بطريقة سهلة، لأن إلا جيت باش نخيطهم مباشرة فغنجبر واحد شوية ديال الصعوبة. كاين لي كيسقسيني سلمى شحال كتشري هاد اللصق هذا، كنشري بخمسة وتلاتين درهم ب7000. وها أنا ساليتها بطريقة سهلة، ودابا أجي نجربوها في بلاست خاص. فأنا عملت خط عشوائي كيف ما قلت لكم، وفي الرشمه ان شاء الله هنزل لكم باش تستافدوا منه. كنعمل خط رقيق باللصاق، اللصاق فقط كيفكسي لي الاحجار باش كيسهل عليا الخياطه ديالو. فضروري ثم ضروري نخيطو حتى لاست خاص. ملي كنلصقوهم كنتسولنا واحد شويه، ضروري نعودوهم بالخياطه، لان هاد السؤال هذا كيتكرر بزاف، فبغيت نعملو في وسط الفيديو باش يستافد الكل. انا عملو نفس الطريقه، بغيتو تعملوها بالجوهر المهرس او جوهر المكور، بغيتو تعملوها بلاست خاص،
كيبقى على حسب الذوق ديالكم. ودابا ندوزو شحال كتنقم علينا هاد البروش هادي، سواء بالاستخاص او بالجوهر المهرس، وشحال بامكاننا نشريوها مباشره بلا ما نضيعوا الوقت، وشحال يمكن تاخذ لينا من الوقت باش نطبقوا هذا الموديل. هذا ندوزو اول حاجه. هذا الموديل هذا باش تشري البروشه واجده كيف ما كتلاحظوا، فهما عاملين فقط حديده عوض الجوهر المهرس، وهذا ونفس الكاليتي او نفس الجوده ديال الجوهر. ما تقولش انا غنشري البروشه جاهزه، اذا الكاليتي ديال الجوهر غيكون مختلف. بغيت نقول لكم نفس الجوده ديالو. عاد شريها كاين اللي كيبيعها من 40 درهم حتى ل 60 درهم الوحده. واش كاينه شي فرق بالجوده؟ لا، فقط كل واحد باش كيبيعها. ندوزو شحال غتنقم علينا بالجوهر المهرس؟ غتنقم علينا على حساب الكاليتي اللي بغينا حنايا الجوهر المهرس. طبيعة الحال الا شرينا بجوهر مهرس 70 درهم غتنقمنا في الزواقات كاملين. هنا كيف ما لاحظتوا الموديل فيه 6 ديال الحب ديال البروشات، يعني حنايا عنضربو 6 في 6 في البروشات، يعني 6 في 6 36، يعني الا شريناها ب 60 درهم غتنقم علينا شحال؟ 36 الف فرانك، يعني 360 درهم. غاليه بزاف. اجي نشوفو حنايا الا شرينا الكاليتي مزيانه ديال الجوهر المهرس، غنشريو 70 درهم ديال جوهر المهرس. وهاد الحجر هادو باكيه ب 60 درهم، يعني ويمكن نشريو هاد الجوهر هذا ب 60 درهم، يعني 60 درهم زائد 60 درهم هي 120 درهم. الا شرينا الكاليتي مزيانه ديال الجوهر فغتنقم لينا رخيصه، والا شرينا فقط 10 درهم ديال الجوهر المهرس وخدمناها، يعني 60 درهم زائد 10 ديال الدراهم ها هي 70 درهم ديال بروشات. كيف ما شفتوا اول استخاص هذا بامكاننا مترو ب 8 دراهم يخدمنا هاد الموديلات هادو. ها هي اعتنقلنا باقل من 100 درهم عوض ما نشريوها ب 360 درهم. كيف ما لاحظتوا يعني البروش كيفاش كنا غنشريوه وشحال نقام علينا في الاخر. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتم من هاد الفيديو هذا. لمزيد من هاد النوعيه من الفيديوهات قولوها لي، وانا ان شاء الله نكون رهن الاشاره ديالكم، لان باقي عندي ان شاء الله بزاف ديال الموديلات على هاد الشكل هذا، فكتبوا لي في التعليقات وانا غنكون رهن الاشاره ديالكم.